لك الماكلة هذية حالة فترية في العبيد، وهي المتسبب الأول في حالات الزواج والطلاق زيادة في تونس. الله من كان سحر فابطله. يطلع منه العصبين. يجي ونشوفوا أصل الحكاية وسر البنة في منين لبنين. العيد الكبير رجع بالفرحة والحركة والتمخميص. التونسي من اللي يشري العلوش تلقاه ديجا في مخهم فتفته وعارف كل قطعة منه وين باش تمشي. علق بالباب الوقت يلزمنا نحيو فخذنا نخليه العزة. أي شد عندك الراسة مصلي، المخ عجة ولا معقودة، الكرومة مقرونة، الكبدة والقلب كمونية، والكتلت مشوي، في حتى مساقين هرقمة والجلد يعملوه تابي. وهربات طاهر وهربات طاهر، ما تلفتش وراك اخوي وهربات طاهر. حاسيلو قعدت كانت طبيعة ما عملوهاش سونوغي. بابا لي با سمعني البا اوكا اللي بقى اشتر يمشي مشوى وقدي واشتر الاخر ما عنده ينهرب من العصبي. ولهنا ندخلوا في ستاج الوحش. نهار العيد الكبير تنظيف الدوارة وتعصبينها ما فيش كلي، وما يليل الليل كان تلقاها طيب مع الكسكسي. ورد بالك تعرس وانت ما تعرفش تغسل ام الاوراق. ناس قبل كانوا سميوها طلاق تنسي. اي غلطة غير حذرك السفساري والسر. وزيد في كل عيد نرجعوا للمشكلة الازلية ما بين الكوبلوي. هو يقول لها اللي ما تعرفش تغسل الدوارة ما خذتها في ولد الناس خسارة، وهي تقول له اللي ما يعرفش لا ذبيحة لا سليخة ما خذته في بنات الناس فضيحة. أي سيدي ما عليناش، دوب ما يذبح العلوش تتخطفك الدوارة. تسلت المسارة تنظاف الكرشة بالجير وإلا بالمسخو، ومن بعد تتعمر بخليط غريب عجيب. يتقصوك الزويدة تريفات كيف كيف اللحم والخضرة الجيدة، يتفوحوا وتتزاد لهم البرغل وإلا الرؤوس. والحق الحق في الأخر تطلع بنا الدوخ اللي ياكل منها يطيح لوف. هذه إيدك بصر. والعصبين كيف مع برشا ماكلات تونسية، كل جهة طيبة على طريقتها. مثلا في الساحل ما يتخيطش يتربط، وفي القيروان يتعمل بالكبدة واللحم واللي أكها، وكي نمشيو لصفاقس يولي اسمه كركوش ويتعمل بالقديد ومن بعد يتشيح. الأكلة الغريبة هذه نتقسموها مع أخوانا الليبيين الجزائريين والمصريين اللي سميوها المنبار، والفلسطينيين يسميوها الشخاتير مع اختلاف صغير في طريقة تطيبها. والسبب وراء انتشار الأكلة هذه في برشا دول يرجع لأصلها اللي ماهوش معروف منين بالضبط. فما اللي يقولوا جايه من شبه الجزيره العربيه لشمال افريقيا، وفما اللي يقول اصلها تركي وكانت تتقدم للسلاطين وكانت يسميوها الاركان. الاركان وما بالجاش الاكرع، ويسميوها وقتها الاكرع. ايما بيناتنا كالعاده العصبين التونسي لا يعلى عليه، خاصه في صحي الكسكسي نهار العيد. اي ميلا ان شاء الله عيدك مبروك. وقل لي تعرف تنظف الدواره ولا حدك حتقصن الخضره؟ شي دوري الكبش يدور يدورون.